أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد إن لك في النهار سبحا طويلا
فمن شاء
صدق.